بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. أيها الأحبة الكرام، كل من يتابع دروس وعبر تربوية من الحكم والأمثال، أيها الأحبة، في هذا اللقاء وفي هذا اليوم المهم الذي استدعيت فيه طوال الأيام الماضية حديثي معكم عن الانفعال وعن ضوابط التعامل مع الغضب وكيف يمكن لنا أن نتعامل مع الغضب. اليوم استدعيت ذلك النموذج الذي سبق وأن طرحته على حضراتكم من قبل، ولهذا قلت لن أضيف مادة جديدة ولكني أحاول أن أعالج ما ذكرناه في حلقة الغضب بمعالجة نطلق عليها الغضب 2، ولكن في ضوء الرؤية التي نناقشها سويا مع بعض. أيها الأحبة الكرام، جل ما يحدث في واقعنا وفي مجتمعاتنا وفي الأسر وفي الواقع الاجتماعي يرتبط بالغضب، ولكن الغضب، هل الغضب لله أم أنه الغضب لإرضاء الشيطان وإرضاء النفس وإرضاء الهوى؟ السؤال ده مهم جدا، مهم جدا. هل ما يحدث في الواقع من أمور تستوجب الغضب، الغضب هل هي نصرة لله ومواجهة للشيطان ولهوى النفس، أم أنها أمور تتم بشكل عفوي دون وعي ودون رغبة ودون قدرة، وبالتالي البعض يغضب لأنه لا يملك نفسه ولا يملك مشاعره ولا يستطيع أن يضبط أداءه، لأنه تكوين شخصيته إنه سريع الغضب على أتفه الأسباب بيغضب ولا يستطيع أن يكظم غيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية أيها الأحبة الكرام وغيرها من الآيات، من المهم جدا إن إحنا نقف عندها ونصبرها ونقف ونتأمل معانيها. ما أهم الحكم والأمثال التي سبق ورددناها سويا في حلقة لا تغضب، ولكن كما قلت لحضراتكم أن المعالجة في ضوء ما نراه اليوم النهاردة الأيام دي في الواقع في الإعلام في الحياة العامة، هذا الغضب الموجود في الشارع، هذا الغضب الموجود لدى الناس، هذا الغضب الذي ترصده الكاميرات، هذه التصرفات الصبيانية التي يسميها البعض التصرفات العفوية في الملتقيات والمنتديات العامة وفي الأسواق الشعبية وحالات الانفعال ما بين السائقين وبين بعضهم البعض وبين الركاب، الغضب الذي تراه في وسائل المواصلات يوميا فيؤثر سلبيا على نفسك ويؤثر جسديا على الجسد، هل السبب في هذا كما قلنا في الحلقة قبل الأخيرة من نحو التميز المعلم ونتحدث عن الانفعال، إنه السبب فيها يا فردوس قد يكون بشكل واضح جدا غياب ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المسألة في النهاية تتعلق بمدى قدرة ورغبة من يتملك هذا الأمر كيف يضبط نفسه وكيف يتحكم في نفسه، وهل أحيانا الهزيمة النفسية يا لمية، الإنسان عندما يكون مهزوم نفسيا محبط متضايق مش لاقي حد يحتويه ممن حوله، فاقد الثقة بالنفس، لم تعد لديه طاقة جسدية ولا طاقة نفسية في تحمل المحيطين به، هل هذا من الممكن أن يؤشر إلى الوقوع في دائرة الغضب السلبي؟ ده كلام مهم. وبعدين الحكم والأمثال التي قيلت حول الغضب
والتي سبق وعشنا بها في حلقات سابقة عندما اخترت هذا العنوان وسميته لا تغضب، وقلت انه من الجميل ان احنا نفكر شوية في القضايا اللي بتحيطنا بمجتمعنا وبواقعنا وبحياتنا. وسائل الإعلام تصدر كل ما يؤشر إلى الغضب السلبي، وسائل أو وسائل الإعلام تؤشر وتصدر كل ما يؤدي إلى ما نسميه القسوة والعنف، العنف الذي يتم تدويره ويتم ممارسته بشكل أو بآخر في هذا الواقع. ولهذا لما باجي أقول إنه قد يكون السبب في عدم إحساس الناس بالمسؤولية أو وقوع البعض في دائرة وشرك الشيطان في السلوكيات وفي التصرفات العامة التي يقع فيها الناس، سهل جدا إن احنا نقول إنه عندما يقع في الغضب غير المحسوب، الغضب الذي تحدثنا عنه بشكل أو بآخر في آلية التعامل وكيف نضبط غضبنا من خلال الانفعال الإيجابي، زي ما قلت في حلقة الأمس يا فردوس، إزاي يبقى غضبي غضب إيجابي وليس غضب سلبي، إزاي يبقى الغضب لله وليس لنصرة الشيطان، إزاي يبقى غضبي غضب يرتبط بالجانب الانفعالي الإيجابي وليس الانفعال السلبي. عليكم السلام يا أمنية، أهلا وسهلا. كيف يمكن لنا أن نحقق هذه المنظومة المهمة للغاية أيها الأحبة الكرام لنؤدي إلى تحقيق ما أسميه بالسواء النفسي في التعامل مع القضايا التي تحيط بنا. الحلقات دي خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، لما بنختار عناوين ونعيد عناوين ونتعامل مع الأمر بهذا الشكل، معناها إنه قد تكون هذه قضية الواقع الذي نعيش به، الواقع اللي احنا بنتعامل معاه بيقول خلوا بالكم في مشاكل، في اشكالات تخلينا نقول ان المجتمع ده رايح بشكل سلبي الى واقع مش كويس. يعني هو ده الكلام اللي احنا عايزينه يا أمنية. لما نقول ان احنا هنتكلم عن الغضب وهذا الواقع الذي نحن فيه، واقع شايفينه في الشارع وفي البيت بتاع، تنزل في السوق، تركب مواصلات، تروح في اي جهة في اي مكان، شايف امامك في اشكالات، في مشكلة، في واقع مؤذي ومزري كده ولا ايه؟ احنا امام مشكلة، مشكلة كبيرة تحتاج منا الى وعي بهذا الامر. وبالتالي اما نقول انه القرآن نهانا عن الوقوع في هذا الامر، يبقى الكلام ده كلام صح، ولازم نعي انه القضية ليست ايضا اجتهادات مننا ان طيب انا هغضب دلوقتي ومش هغضب بعد بكرة، لا، ده هي القضية انت هل ملتزم بأوامر الله وبأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه القضية وهذا الموضوع المهم جدا 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 ان احنا بنتناوله بمعالجة جديدة وفي نقاش معاكم مع حضراتكم، يعني يختلف عن المعالجة الاولى ولا لا؟ لا تغضب. طب انا بغضب، ما انا شايف الدنيا قدامي ما يعلم بقى لربنا، اعمل ايه انا؟ ما هو الواقع بيقول كده، الواقع بيقول ان في مشكلة، ان فيه قضايا في المجتمع تخليك تغضب، ولكن اي غضب، اي غضب بتغضبه
هل بتغضب نصرة لدينك؟ هل بتغضب نصرة لدينك ولا بتغضب لإيه؟ بقول لكم وأنا في حلقات الانفعال بالأمس يا باشمهندسة غالية، وإحنا في حلقات الانفعال يا أمنية، أظن دي صورة معبرة، معبرة فيها غضب، مش كده؟ فيها غضب أكيد. فالصورة دي لطفلة غاضبة، صورة لطفلة غاضبة، تعبير عن الغضب، وقد يكون غضبها يعني مشروع، لأنها اتأذت، اتضربت، حد منع عنها احتياجاتها أو متطلباتها كطفل، فغضبانة، زعلانة، زعلانة من المحيط بها، زعلانة من المحيطين بها، زعلانة من بتقولي ايه يا امنية؟ هي دي صورتك كنت صغيرة ولا ايه؟ ها؟ هي امنية؟ وهذا صاحبنا الثاني ده قرفان او متضايق ومنفعل وحالته كرب، واخد بالك يا محمد السيد؟ غضبان، غضبان وحزين. لا، انتوا ناس جميله، وكل اللي بيسمعونا الان وبيتابعوا الحلقات ناس ايضا في منتهى الجمال. ايوه، فاطار التفصيلات لازم نعرف ان الامور دي الاهميه بمكان ان احنا نتناولها. نشوف بقى مع بعض العناوين الفرعيه اللي كده. امنيه بتقول هي الناس اللي هو الناس اللي بيسببوا غضبنا بيعلمونا الصبر، هي دي الحسنة الوحيدة. الناس اللي بيغضبونا بيعلمونا الصبر. انت عارفة بقى وفردوس معايا ومحمد وغالية، محاور الحلقات الخمسة في الانفعال كانت الحلم والصبر والغضب. ماذا نعني بالغضب؟ وما علم ما أنواع الغضب؟ وما أسباب الغضب؟ وكيف نعالج الغضب؟ وما نماذج الحكم والأمثال حول الغضب؟ وتقدير أهمية الكظم الغيظ عند الغضب. كل هذا كما قلنا في حلقة لا تغضب، ولكن أريد أن أركز معك على بعض التفصيلات هنا. هل تعلم لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغضب؟ ها؟ محمد السيد بيقول الغضب نقيض الرضا. السؤال اهو قدام حضراتكم، هل تعلم يا فردوس، هل تعلمي ويا محمد ويا امنيه ويا غاليه ويا لميا، لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغضب؟ سؤال لحضراتكم، يعني سؤال كده في نوع من التعزيز ونوع من الاثاره. كل واحد فيكم يكتب كده، يستحضر اجابه. لأننا بنخسر اللي قدامنا لو ما تحكمناش في أنفسنا. برافو يا غالي. ظلم النفس لأنه مفتاح الشر. محمد بيقول، فردوس بتقول أنا أكثر حد يتعب من الغضب. قول يا لمي. صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب. وسلم رواه البخاري، لا تغضب كذا مرة. وصيني، وصيني رسول الله. يعني احنا لو بنسال صلى الله عليه وسلم اوصنا يا حبيبنا يا رسول الله، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، زي فردوس ما بتقول كده، فبخاف على نفسي، بتعب فبخاف على نفسي، انا اكثر حد بيتعب من الغضب ولهذا اخاف على نفسي. كلام جميل جدا. الحديث، سيدي الحديث بقى، طب ونعمل ايه؟ طب والغضب بيتم التدريب عليه ولا لا؟ بيتدرب عليه جماح الغضب. لميا بتقول انا بحب الحق، انا بحب الحق، ولهذا
أنا حريص على الحق، والحريص على الحق أحيانا قد يغضب للحق، للتفكير بهدوء، للراحة النفسية، لاتخاذ القرار بشكل صحيح. لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب؟ أمنية بتقول عشان نفكر بهدوء، عشان يبقى عندنا راحة، عشان ناخد القرار. طيب، علامات الغضب: يجعل الإنسان احمرار في الوجه، خفقان في القلب، زيادة في النبض، تتابع في الأنفاس، تحول عجيب يخرج الإنسان عن طوره فينقلب إلى شكل مخيف، تأباه النفوس وتكرهه القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: الصرعة، كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، هذا أمر مهم جدا، والغضب من الشيطان. وهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني، قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا ركزوا قوي هنا بقى، ركزوا بقى يا شباب يا جميل، فإذا الغضب يجمع الشر كله. لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب؟ لأن الغضب يجمع الشر كله. أيوه، الكلام ده ركزنا فيه. مدح الله عز وجل المؤمنين بصفات كثيرة، منها قول تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كاظم الغيظ أي إيقافه، موقفه، العفو والصفح مع المقدرة والتمكن. مع إيه؟ ركزي يا لامية، مع المقدرة والتمكن. يعني هو عفى وصفح مش لأنه راجل هايف واصلا مش مالك قرار ولا عارف ياخد قرار ولا في ايده قوه، لا ده هو قوي ولكنه عفا واصفح، وفي ايده الحق ولكنه عفا واصفح، مش نادل. خد بالك يا محمد. ايوه، الثالثه وهي اعلاها مرتبه: الاحسان، والله يحب المحسنين. الاحسان الى الناس مقابل الاساءه، يعني هما بيسيئوا لك وبيسيئوا ليا ورغم هذا انت تحسن اليه، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل سيدنا أبو بكر الصديق مع هذا الرجل الذي أساء إليه في عرضه، ورغم هذا مصطح ده ولا اسمه إيه، ولكنه استمر في الإنفاق عليه بأمر الله سبحانه وتعالى، إنه يعني أنفق واستمر في إنفاقك ولا تمنعه. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. كلام جميل ورائع ومهم، وركزنا عليه قوي في هذه الحلقة. دائرة الغضب أحبائي: سريع الغضب. أيوه، سريع الرضا. في واحد بيغضب بسرعة وتطبطب عليه كده أو تقول له كلمة تلاقيه على طول رضا أو رضت يعني. وفي واحد بطيء الغضب وبطيء الرضا، يعني غضبه بالراحة كده يعني ما يغضبش بسرعة، ورضاه برضه ما يجيش بسرعة. وفي واحد بطيء الغضب ما يغضبش بشكل سريع، سريع الرضا ده الأخضر، ده الأخضر، ده أبو فانيلا خضر ده. وفي واحد هنا بقى ربنا ما يوريك، سريع الغضب بطيء الرضا الأحمر. الدايرة دي جميلة أوي، اتكلمنا عنها في الحلقة الخاصة بلا تغضب، ولكن هنا ونحن نؤكد على ما قلناه يا غالية في موضوع بالأمس في نحو التميز للمعلم، فاكرين؟ واحنا بنتكلم عن حلقات الانفعال الأربعة أو الخمسة، خمسة، اتكلمنا عن الحلم والصبر والغضب وكيف نتعامل مع الغضب. شفت هنا؟ عايز نوف دول، عايز نوف دول يا فردوس يا محمد، عايز نوف دول يا محمد يا أمنية. كل واحد فيكم بقى، انتوا مين؟ كل واحد فيكم يقول أنا في المربع نوم. كل واحد فيكم يضع نفسه في مربع، ها؟ يعني يستدعي نفسه وهو عارف نفسه. غالية بمرحلة من حياتي سريع الرضا، لا كل مرحلة من حياتي كانت مربع، يعني في حسب مراحل الحياة. غالية قالت لك وأنا طفل صغير سريع الغضب سريع الرضا، ممكن مثلا.
محمد بيقول انا سريع الغضب سريع الرضا. ماشي. فردوس بتقول انا الان في المربع الاصفر، سريع الغضب سريع الرضا. ليلى سريعة الغضب والرضا. انا محمد انا غضبي مش حسب المواقف، بس في غالب الامور ما غضبي ما بيبقاش سريع، بعمل والقادمين الغيظ، انما طبعا سريع الرضا قلبي طيب يعني. بس هو حسب المواقف، في مواقف حسب الموقف، في موقف قد تجدني فيه سريع الغضب جدا، في مواقف يعني. انما المواقف العامة ممكن فيه في الاخضر، اللي هي يعني الغالب الموقف، لما تبقى الحياة عادية، ما تبقى الحياة عادية رتمها عادي. انما أي أمنية بتقول لك أنا بطيئة الغضب سريعة الرضا. ماشي يا أمنية، أنا ممكن أبقى سريع الغضب، طبعا طبعا، في موقف معين بشكل لا تتخيله حسب الموقف. ولهذا أنا لما بسألكم السؤال سؤالي ضمني، انما برضو منتظر منكم زي ما غالية قالت في الاول، انا في مواقف حياتي او في كل مرحلة من حياتي مريت بهذه المربعات. انا بقى بضيف، لا، في كل لحظة من حياتك قد تتعرض هذا المربع، في لحظة يعني عندما تنتهك حرمة الله فانت سريع الغضب، ثم عندما يصحح هذا رأيه ومنطقه يصح أوضاعه فأنت سريع الرضا. عندما تتعامل مع طفل صغير أو مع واحد كده فأنت بطيء الغضب، يجب أن تمتلك هذه القدرة. عندما تتعامل مع أناس كذا، يعني أنت دائرة الغضب كما قلت حسب المواقف، وأيضا ترتبط بقضايا الواحد العمرية أحيانا وطبيعة كل مرحلة. أنواع الغضب أحبائي، هناك غضب مذموم، الكبر والاستعلاء والظلم والتعدي، كل هذه مهلكة مقرفة، تأباه القلوب الكريمة والعقول الكبيرة والفطرة السليمة. في غضب محمود ومطلوب، هو الغضب الذي يكون لله وفي الله، لما تنتهك محارم الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في ذلك، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. شفت بقى الغضب المحمود مهم، الكلام ده اتكلمنا عنه كما قلت في الحلقه، لا اريد ان اقول اننا نعيد، ولكن انا اتعامل بمعالجه ترتبط بما قراناه وما تناولناه في قضايا الانفعال في الشارع وفي الواقع الذي نراه في حياتنا، فنعمل نوع من الاقتران بين القضايا المختاره وبين ما نشاهده وما نراه. العاصفة تستطيع أن تدمر السفينة، لكنها لا تستطيع أن تحل عقدة الخيط. هكذا الغضب يدمر ولكنه لا يقدم حلول. يعني العاصفة تستطيع أن تدمر سفينة ولكنها لا تستطيع أن تحل عقدة الخيط. كده عاصف، إنما العقدة لا. ولهذا الغضب يدمر ولكنه لا يقدم حلول، لا يقدم حلول، هكذا كده. كما قلنا انواع الغضب، غضب مذموم، غضب محمود، غضب مطلوب. ثم علاج الغضب ده مهم جدا، اتكلمنا عنه، لا تغضب، لا تغضب مرارا. طيب نعمل ايه بقى؟ عايز اوقف الغضب قبل ما اتمادى فيه، عايز اصلح قبل ما اوصل الى نتائج وخيمه.
طيب الطمع فيما أعد الله عز وجل لمن كظم غيره، يوم يقول لك إيه، شوف بقى يا صلاح، شوف يا فردوس، شوف يا محمد، يا أمنية، يا لمية، يا غالية، ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أو ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. يا سلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. صلى الله عليه وسلم فيما أعد الله سبحانه وتعالى من جوائز لمن يقسم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا أغضب. الحديث ومعاه هذه الصورة وهذه الرسمة الجميلة التي سبق وعرضناها. يا ريت الحلقات دي الناس تشوفها وتديها للناس ويقول له: خد اتفرج واسمع اتعلم، لأن المجتمع وصل درجة من درجات الغضب السلبي عالية جدا على فكرة، وده غضب يا محمد مدمر، مدمر، غضب لا ينتج، غضب فيه سلبية وفيه ضعف للنفوس وفيه عدم وعي يا لمية، مش كده؟ عند الغضب من علو الهمة. طبعا كلام جميل ومهم. الله، فالكلام اللي حضراتكم بنشير إليه الآن ده كلام في غاية الأهمية. خلي بالك، كلمة واحدة لها مؤشر إيجابي، بس المهم ترجمة الكلمة بقى وقت المواقف. وقت المواقف هو ده المهم، ترجمة المواقف نفسها، المواقف الحياتية، ماذا تفعل، هو ده السؤال. واحد اغتصب حقك، واحد خد حاجة مش بتاعته، واحد أهانك أمام المجموع العام، واحد تعمد إنه يحرجك، ها؟ كل هذه الأمور بقى ارجع بقى: استعيذ بالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن الشروط إنك تبقى قادر ترد الصاع صاعين صورة ماذا أنت بتعفو وتصفح وتبتسم وتنصرف، انتظارا للحور العين، انتظارا لرضا الله، انتظارا لعطاء الله، انتظارا لأن يعوضك الله. هي دي المسألة، هي دي الشطارة يعني، هي دي الشطارة. الكبر والعند وال بتاع وتكسر وتدشدش وتعمل وتشتم وتتشال وتترزع وتتحط، ابدا لا يجوز هذا كلام، ما ينفعش ابدا. ده في ناس في الحياة العامة يركبهم عفريت، ناس ليهم اللي يضرب ابوه واللي يمد ايده على امه واللي يعمل كده عشان ايه يعني، ما كلام ما ينفعش. السكوت حال غضب وحبس النفس. فاكرين امبارح واحنا بنتكلم يا محمد كنت معانا ولا فردوس يا غالية، تغيير الوضعية، تغيير الوضعية. ده مهم. إذا كنت قاعد قوم، إذا كنت نايم اتضجع، إذا كنت كذا يعني غير مكانك، قوم اتوضأ، فإن النار تطفئ الغضب، تقضي على هذا الشيطان. علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات، وإذا غضبت فاسكت 2 مرات. هو قال هنا: علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات. الله، وإذا غضبت فاسكت. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، نادرة ما تلاقي فيه شكلة وزعيق وصويت وقلة أدب وناس مقطعة هدوم بعض، واللي فاتح الشنطه بتاع العربيه وجايب بتاع السكينه ومطلعها وبيجري ورا السواق، والسواق بيجري ورا الناس وبتاع، وكله ما فيش حد بيذكر الله ابدا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. الله،
عجبني جدا منظر رائع جميل في حي العتبة فيما نشر من حريق. أسأل الله أن يشل يد من حرق إن كانت بفعل فاعل، وأن يعني يبدلهم خيرا هؤلاء الذين يعني قاموا من يومهم ومن نومهم فوجدوا مصدر رزقهم قد اختفى. إحساس مرير وصعب. بقول لكم عجبني جدا مشهد في الفيديوهات اللي بتنشر، الحريق يلتهم المبنى الفندق، والفندق ده مش فندق يعني سكني، ده مكان في محلات مليانة بضاعة، يعني محلات كلها ملابس قابلة للاشتعال وعبايات وما شابه ذلك وإزدالات وحاجات، يعني اللي بيروح يزور الأماكن عارف. إنما اللي عجب اللي تلمس فيه فطرة الناس الجميلة أوي، يا لمية ويا أمنية ويا غالية ويا محمد ويا فردوس، فطرة الناس، لحظة اشتعال النيران، البسطاء اللي واقفين بالليل في عز الليل الساعة 2 بالليل واجتمعوا والكل في صيحة واحدة: يا رب يا رب يا رب يا رب، كله بيكرر، لا يكرر إلا هذه اللفظة كله بصوت واحد. يا سلام، شوف لحظة الغضب ولحظة البتاع ده، الكل بيعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ فإحساس إحساس جميل قوي، رغم الفاجعة والآلام المزعجة التي ألمت بها هؤلاء. نسأل الله أن يبدلهم خيرا وأن يعوضهم عن كل ما خسروه وعن صبرهم بالخير، هم وسائر المسلمين أجمعين طبعا. واللي بتتهدم بيوتهم فوق دماغهم في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، كوارث ومصائب. يبقى بيتك كده وتفجر وانت قاعد، ولا حول لك ولا قوة. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه، فنعوذ بالله جميعا من الشيطان الرجيم. يا سلام، دروس جميلة وأبعاد جميلة وتنظير رائع كما قلت. يعني أنا ما أعرفش الكلام ده لما قلناه المرة الأولى قلناه بأي آلية، ولكن أهو أدينا بنستدعي وبنربط أحداث ببعض. ذكر الله في كل موطن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وزي ما لم قالت، وكان مين بيتكلم: أنت في حالة كظم الغيظ في أعلى المراتب، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيوة، شوف التأصيل الجميل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إيش يرميه بأنابل برميل متفجرة، أو يفجره، أو يهدم بيته عليه، أو يقتله بالليل، أو يبعث ناس موصيها تخلص منه، أو يخلص من أصحابه وأتباعه عشان يوقع الناس في بعض. الكلام ده ما ينفعش. ذكر الله في كل موطن، خاصة عند حالات الغضب وكظم الغيظ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طبعا، امال ايه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تخيل بقى اما حاكم او طاغيه او معتوه او واحد من بتوع الشوارع اللي هم يعني المجرمين والبلطجيه، يبقى في ايده مسدس ولا في ايده خنجر ولا سكينه، ويستبيح دماء الناس ويقتل ده ويضرب ده بالمسدس وكده، ولا يعرف انه هذا حرام.
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا سلام، شوف الإسلام بيحافظ ازاي على النفوس. ها، وهذا الحديث اللي قلناه من شوية. أيوة، أعلم هذا اللي راكبه عفريت ده ووجهه محمر ومنفعل، وكلمة لو قالها لذاب عنه ذلك كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام يا سلام، كلام كلام. بس هو هتقول لي مين بقى؟ هتقول لي مين؟ فين بقى أئمة المنابر من القضايا دي؟ فين الدعاة اللي بيطلعوا على المنابر ويغيبوا الناس، ها، ويطلع يتكلم في قضايا لا علاقة لها بالواقع، ولا علاقة لها بقضايا الأمة، ولا مشاكل الأمة، ولا في دماغه. هو قال لي كده يا زكي قدرة، اعمل كده، اعمل يا زكي قدرة، ودي يا زكي قدرة، ودي يا زكي قدرة. ما ينفعش ما ينفعش، لازم تحاكي قضايا الناس، لازم تحاكي قضايا الأمة، لازم تتفاعل مع ما يتألم به الناس، لازم. أمال إيه؟ من شغلتك إيه؟ ماذا تفعل؟ كده؟ الله، كلام جميل، كلام رائع. أيوه، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. خدت بالك يا فردوس؟ لازم نخلي بالنا. الله، ايوه، يلا، حلو. التقرب الى الله عز وجل بحسن الخلق، ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. احنا في ايام مفترجه وداخلين على ايام مفترجه، ربنا يبلغنا واياكم رمضان. اللهم امين يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بمن يحرم على النار، او بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. شوف بقى، هين لين سهل، هين ولين وسهل. اب او ام او ولي امر او استاذ، معلم، طبيب، مهندس، ضابط، قاضي، رئيس، وزير، هين لين سهل. شفت الالفاظ؟ الله. ايضا معرفه نتائج الغضب، مش كده؟ لما كان يوم حنين اثر الرسول صلى الله عليه وسلم اثر الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمه، فاعطى الاقرع بن حابس 100 من الابل، واعطى عيينه بن حصن مثل ذلك، ده خد 100 وده خد 100، واعطى ناسا من اشرف العرب واثرهم يومئذ في القسم. فقال رجل: والله ان هذه قسمه ما عدل فيها، ما فيش فيها عدل يعني، وما اريد فيها وجه الله. فقلت: والله لاخبرن رسول الله. فاتيت فاخبرت بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصيرب، اي صبغ احمر، يعني وشه بقى احمر جدا. ثم قال: فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد اوذي باكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، اي لا ارفع اليه بعدها حديثا، والله ما اروح انقل له كلام ابدا عشان ما زعلوش. في ناس يقول لك: انا مش عايز اقول لك، معلش اصلا انا والله انا بس انا لازم اقول لك، شفت انت فلان امبارح قال عليك ايه؟ ها؟ وبعدين يوغر صدرك ويضايقك من فلان من غير اي سبب ولا اي منطق. ها؟ ولهذا اشاره مهمه جدا لنتجنب اسباب الغضب. احبائي الكرام، تجنب اسباب الغضب. هذه الحلقه مهمه جدا للغايه، كما كانت الحلقات السابقه. وانا بقول احنا لا نضيف جديد فيما هو مكتوب، ولكن نضيف جديد فيما هو معالج، في المعالجه والنقاش. خلي بالك، اسباب الغضب كثيره، فتجنب اسباب الغضب حتى لا تقع في الغضب.
وبعدين عامل دايجرام كده جميل حلو، واخد بال حضراتكم، يوريك الشكل اللي المفروض ان احنا نخلي بالنا حتى لا نقع فيه. ايوه، اسباب الغضب كثيرة طبعا، اسباب الغضب، ان من ينتصر لنفسه، ومن يتبع هوى الشيطان، ومن يسعى الى الاستيلاء على حقوق الغير، واتبع هواه فكان امره فرطا. مش كده ولا ايه؟ مش كده يا لميا؟ صح، كلام مهم، مهم للغايه، وكلام يستوجب منا ان نقف مرات ومرات امام دلالاته. لو ان الائمه واصحاب من يقف على المنابر يعني يتناولوا هذه القضايا للناس ويعرفوها، مجتمع ينضبط ويبقى هادي كده شوية بدل ما متعفر. هو طبعا، مال ايه، مال ايه، يا سلام. شوف بقى اسباب الغضب: المشغولية، عدم المحبة، مفيش سلام داخلي، ده بالك يا أمنية، ما عندوش سلام داخلي، بتوقع الشر، سيطرة، أفكار شريرة، إرهاق ومرض، إلحاح، غرور، معاملات مالية ومادية، تركيز زائد، كرامة ناحية عليه، عدم الطاعة، أخبار سيئة، كسل، أيضا أحمال زائدة، أخطاء الآخرين، كل الحاجات دي تسبب الغضب. شفت بقى إزاي؟ شفت يا لميا؟ رسمة جميلة. أيوه، خدتوا بالكم من العبارات حمد يا سيد؟ خدت بالك من الكلام ده؟ كل ده يؤدي إلى الغضب. ما عندوش سلام، مش محب، مشغول، أخطاء اللي حواليه، بيتوقع الشر، عنده سيطرة، عنده أفكار شريرة، مرهق، الإلحاح، الغرور، مشاكل مالية، تركيز زائد قوي، الكرامة، عدم الطاعة، الأخبار السيئة، الكسل إلى آخره. كل الكلام ده كلام مهم جدا جدا. كيف نعالج الغضب؟ نعالج الغضب ازاي؟ عايزين العلاج، ادينا العلاج. ياخد ايه ان شاء الله؟ ياخد انتي بيوتيك يعني، ولا ياخد ايه؟ كيف يكون علاج الغضب؟ سؤال ليكوا الاول، قولي كده يا فردوس، قولي يا محمد، قولي لي يا لميا، نعالج الغضب ازاي؟ كيف يعالج الغضب؟ يا سلام، طبعا الطاعة تكون لله وليس للشيطان، تحكم في ردة الفعل تجاه المواقف، وما نكبرش الأحداث، تنفيس عن الضغوط في أنشطة ترويحية. حلوة أوي يا محمد الاقتراح اللي أنت قلته ده، صح، جميل. إيه تاني؟ ادفع بالتي هي أحسن. الله يا لميا، ممتاز. ها، شفتوا المعالجات جميلة ازاي بتاعتكم؟ لو خدنا كل حلقة قلناها قبل كده وبدأنا نعيدها، هتلاقي الحلقة بتخرج بسياق تاني خالص. والله. يلا يا سيدي، خلص. الوقاية من الغضب،
المناقشة بهدوء وعدم المجادلة والهدوء وتجنب كل فعل يسيء. اطرح جانبا ما يهيج العاطفة والشهوة وكل ما يجرح أحاسيسك ويثير عواطفك. إزاي توجه الدفة؟ هناك موقف ما أغضبك وأرهقك نفسيا لدرجة إنك لا تستطيع إبعاد صورته عن ذهنك. الإرادة أن تختار موقف سعيد في حياتك، تحاول أن تركز تفكيرك فيه بدلا من هذه الذكرى المؤلمة، يعني استبدال المواقف الجميلة بالمواقف المؤلمة، يعني تجيب الموقف المؤلم ده وتحط مكانه موقف كويس لحد ما تطرده نهائي عن تفكيرك. الله. ثم تحاول أن تعبر بشكل شفهي عن غضبك وعن مشاعرك. ابدأ بكلمة أنا، قل أنا زعلان من كذا وكذا، أنا مش بحب كذا، أرجوك هذا الشيء بيضايقني جدا. لا تقل أنت، دائما تثير أعصابي، أنت مش بتسمع كلامي. فكلمة أنت تقودك إلى إهانة الآخرين والشتيم. شفتوا الحتة دي حلوة قوي يا لمي؟ قل أنا زعلان من كذا ومش بحب كذا، ما تقولش أنت اللي بتثير، أنت اللي قرفاني، أنت اللي قرفني، أنت اللي ما السبب بتاعك، لأن هنا هنبقى مشكلة. فردوس بيقول نتصدق على الناس بدل ما نغضب. حاول أن تعبر عن نفسك وعن مشاعرك الخاصة دون أن تجرح الآخرين أو تتهمهم بالتقصير ولا مبالاة. لا يكون تعبيرك عن مشاعرك الغاضبة نوعا من الهجوم، بل اعتبره اعترافا ومطالبة بالحقوق. الله. إذا اعترضتك مشكلة مؤلمة في جو عاصف لا تفكر فيها وألقيها بعيدا إلى أن تجد الهدوء والجو الصافي الذي يساعدك على التفكير الهادئ دون ضغوط ودون عصبية. كلام جميل جدا ورائع ومهم، مهم قوي، وفي روشتات كده في غاية الأهمية. الحل الروحي للطباع باعتراف النسيان، التواضع، معرفة سبب الغضب، العتاب، المحبة، تفكير قبل الكلام، الجواب اللين، ضبط النفس، عدم التدرج إلى الأسوأ، الحكمة، عبر عن نفسك. شوف الحاجات دي كلها، الحل الروحي يعني. في السكينة والهدوء. أيوه. ولميا بتقول لك السلوك الحاسم. طبعا التواضع، معرفة سبب الغضب، العتاب، المحبة، التفكير، الجواب اللين، اضبط النفس، عدم التدرج إلى الأسوأ، الحكمة، تعبر عن النفس. بقول لك اوعى في حاجات اوعى تعملها وانت غضبان، لا تشتم ولا تقسيم ولا تأخذ قرارات ولا تضخم الموقف. كلام جميل. اقول لك يعني ما تنفعلش، يعني ما تاخدش قرار وانت منفعل، وما تكبرش الامور. ده كلام جميل قوي. لا تضغط على الاخرين وما تتعبش اعصابهم. تفكر في راحه من يغضبك وليس في راحه نفسك، حتى لو كنت صاحب حق. ما تبقاش سريع في غضبك، حاول انك تفهم غيرك. مش كده ولا ايه؟ في ناس بتعكر الاجواء، ما تصدقش كل اللي بيقولوه وما تنفعلش وراهم. لا تظن أن الرجولة والشجاعة هي أن تقيم الدنيا وتقعدها، فالاحتمال دليل القوة، والنرفزة مظهر ضعف وعثرة. ضع في نفسك أن الغضب لا يحل مشاكلك بل يعقدها. تدرب على البشاشة وعلى هدوء الملامح. لا تنتظر من الناس مثاليات، إن لم تجدها تغضب. عيش في الواقع وتعامل مع كل واحد حسب طباعه. ما تحاسبش كل إنسان حساب عسير عن كل لفظ، وما تأولش كلامه بسوء الظن إلى معان تتعبك، وده سبب ضياع المجتمع. اترك الحساسية الزائدة نحو كرامتك وحقوقك التي تجعلك تغضب لأقل سبب، فتفقد صداقة وعشرة الناس، وده سبب خراب البيوت. لا تكن شديدا في عتابك بحيث تخسر أحبائك. لا تقم نفسك
معلما لغيرك ولا رقيبا على تصرفات الناس، ولا تكن كثير الانتقاد والتوبيخ والتوجيه. أمور يا جماعة عايزة تدريب وعايزة مثابرة. الغضب حمل ثقيل. والله ده المثل بقى، الأمثال اللي احنا قلناها في الحلقة واحنا بنتكلم عن الغضب. الغضب حمل تقيل، مش كده ولا ايه يا محمد؟ صح، حمل، حمل تقيل. الله، كلام، كلام مهم، وكلام يعني حكم، وهي حكم، حكم الأمثال كده ولا ايه؟ الله عليك يا محمد، انت جميل يا محمد يا سيد، والله شخصية جميلة. نعم، فالغضب حمل ثقيل، زي اللي ماشي كده وشايل حاجة على هتتعامل معاه ازاي؟ العبرة بالتعامل، والشطارة والمروءة في التعامل مع هذا الحمل، الحمل الثقيل ده نعمل فيه ايه؟ كده ولا ايه؟ الغضب زبد الجهل، يعني الجهل، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الجهل يطلع بقى ريحته، بقى يطلع بقى شكله، يطلع الريم بتاعه. فالجاهل وما اكثر الجهلة في المجتمع، الجاهل يبان لك بقى الزبد بتاعه بقى في شكل الغضب. فالغضب زبد الجهل. الله، شوف العبارة الجميلة، شفت، شفت الأمثال والحكم حوالين الغضب. كلام رائع جميل، تأمل في الحكمة كده يا لمية، تأملي في الحكمة كده. جهل إيكوال غضب، فردوس جهل يساوي غضب، غضب ناتج من الجهل، الجهل. والجهل بقى درجات بقى، وافتراضات وسوء الظن وغياب العلم وغياب الوعي مال ايه؟ مال ايه يا جماعة؟ الغضب صدأ العقل. العقل المصدي، العقلية مصدي، واللي عقله مصدق، مصدي يعني عامل صدأ، يبان على طول في الغضب. على طول الغضب صدأ العقل. يا سلام، ما تسمعوا الحلقات دي مع حلقات الانفعال في دروس في نحو التميز اللي خلصناها امبارح، يعني خلصنا 5 حلقات بتوع الانفعال. كلام جميل قوي قوي ورائع، في صدأ الاعصاب. طبعا طبعا يا لمي، وده ربنا يعافينا. شفت بقى، الغضب صدأ العقل، صدأ العقل، صدأ بتاع العقل، عقل مصدي خلاص هيطلع في صورة غضب. دواء الغضب، قلنا الكلام ده، الصمت. دواء الغضب ايه؟ الصمت، انك تسكت، ما تسكتوش. محدش بيسكت. صح، اسكت، اصمت. الناس كله يدرب نفسه على كده، صمت جميل، وتاخد نفس شهيق تخرجه بهدوء شديد كده. ما هو المجتمع متسلط على بعضه بقى، والناس متسلطة على بعضيها، واللي بينقل بقى صدى الجهل اللي بيشوفه في الشارع. ما هو اللي بيستفزوك دول يا محمد بقى، ما هو ده الابتلاء، لازم نصبر على البلاوي. نعمل ايه؟ ماذا نفعل يعني؟ تعمل ايه؟
اللي ماشي في الشارع، اللي سايق عربية، اللي قاعد في البيت، اللي بيعمل بيتعامل مع البشر، بيتعامل مع الناس في شغله، بيتعامل مع ناس مش مريحة نفسيا. شوف فن التعامل مع الشخصيات الصعبة، احنا عملنا عليه حلقات مش كده يا فردوس؟ والله كلام جميل ورائع. قلنا ايه تاني؟ داء الغضب الصمت. فليقل خيرا او ليه؟ ليصمت كده يا محمد. فليقل خيرا او ليصمت. لا تقضي وانت غضبان. طب واذا كان هو اصلا بيقضي، بيبقى قاضي وراكبه عفريت، ها، ومتحفز ومتنمر وكاره نفسه. لا تقضي وانت غضبان. لا ياتيني احدكم وهو الحن بالحجه فيقول لي فلان انا عمل كذا وكذا وكذا، فاقضي له بما ليس له حق به فيه، فان قضيت له بذلك فقد اقتطع جزءا من النار. ايوه ليه يا محمد؟ ما انا بنروح يا محمد المصالح الحكوميه، وفاهم قصدك طبعا طبعا. لا تقضي وانت غضبان. جميل. الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. شفت بقى ازاي؟ مفتاح كل شر من الغضب. البلاوي كلها اللي وقع على دماغ الناس في الشارع وفي الجامع وفي البيوت وفي المؤسسات وفي كل حتة، وفي الطرق، وفي الصدام بين الجهات، وفي الصدام بين، كله بسبب هذا الغضب. أيوة. عندنا حكمة أو مثل اثنين تقريبا فاضلين. لامية بتقول، يقول سيدنا علي رضي الله عنه: احفظ لسانك أيها الإنسان ليلدغنه ثعبان، ليلدغنه ثعبان. احفظ لسانك أيها الإنسان ليلدغنه ثعبان. من أطاع غضبه أطاع أدب، أضاع أدبه. الله، على دي حلقة معادة بآلية، ولكن ما أجمل الكلمات. والله من أطاع غضبه أضاع أدبه. يا سلام يا سلام عليكم، أنتوا ناس جميلة والله ورائعة. شوف، من أطاع غضبه أضاع أدبه. يا على الحكم. يا سلام على الناس اللي قعدت واشتغلت وكتبت الكلام ده. حكمة، حكم وأمثال. حكم ان شاء الله. امال ايه؟ ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. امال ايه؟ من اطاع غضبه اضاع ادبه. خلاص، شوف تلاقي الراجل وقور كده وقار الدنيا عليه، واول ما يتنرفز ولا يتعفرت ويشد في شعره، يشد في هدومه، ويتنطط من على الأرض ويتعمل، خلاص مفيش أدب، خلاص بقى فاقد لأنه للأسف الأوامر والنواهي خلاص خرجنا بره الموضوع. الغضب مفتاح كل شر. من أطاع غضبه أضاع أدبه. من أطاع غضبه أضاع أدبه. كظم الغيظ
الغيظ نصف الانتقام. كظم الغيظ يا فردوس نصف الايه؟ الانتقام. لسه قايلين من الوقت: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا سلام، كظم الغيظ نصف الانتقام، كلام جميل جدا ومثل مهم يا محمد، مش كده يا لميا؟ ايوه يا سلام، كظم الغيظ نصف الانتقام. ده عايز تدريب بقى، عايز تدريب، تدريب من الناس المحيطين ومن المواقف الحياتية. وتعمل ايه؟ انت لازم تتدرب. يقول لك انا اعمل ايه؟ ده انا في مجتمع ما يعلم بالله ربنا، ده الناس قارفني، ده الواقع مقرف ومحزن ومخزي، ده انا اللي حواليا راكبهم عفريت، ده انا معرفش ايه. وانت لازم تتدرب، لان هو هي الجنة سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إنها الجنة. والدنيا دي كلها ابتلاءات، مش كده ولا إيه؟ دار الابتلاءات، ابتلاءات، ناس متسلطة على بعض وتشتم بعض وتهزق بعض وتوقع في بعض وتنافق، وما أدراك ببيئة العمل بقى، النفاق وتصدير النفاق وآليات ومشكلة. وكما يقال تدريب، وكل واحد يبدأ بنفسه، يجتهد أن يبدأ بنفسه، كل واحد يبدأ بإيه؟ بنفسه، هو ده المطلوب. ساعة الغضب حلو أوي المثل الجميل ده يا محمد، ساعة الغضب ليس لها عقارب. صح يا فردوس، ساعة الغضب ملهاش عقارب، ساعة الغضب ليس لها عقارب. مثل رائع عشان تمشي بقى بالراحة بقى أبو الهوينة. لا ملهاش، لأنه خلاص غضبان. ساعة الغضب ليس لها عقارب. تقعد تفتكر كده يا محمد، تركز، اللي كتبوا الأمثال دول عبر تاريخ طويل وسنين طويلة وقرون، وبعدين الناس تداولوها بقى وحفظوها وقالوها لبعض. حاجة قيمة كبيرة. وكظم الغيظ نصف الانتقام كما قلنا، وساعة الغضب ليس لها عقارب. مهمة. وبعدين الناس تبدأ تسمع ده لبعضيها، وبعدين يجي احنا بقى بعد مئات السنين وقرون نبدأ نقول ايه؟ يا اخي الحاجات دي ليه ما بتدرسش للناس؟ يا جماعة الحاجات دي ليه ما بتتقالش في وسائل الإعلام، في الراديو اللي ضيعتوه وخربتوه، والتلفزيون اللي خربتوه ببرامجكم الحوارية التافهة الساذجة التي تعلي ما هو سياسي على ما هو أخلاقي وما هو مجتمعي وما هو تربوي، وغيبت الناس وضللت الناس، ولهذا أصبح من نتائج الغضب أنها أصبحت أسوأ من دوافعه. نتائج الغضب تلاقي قتيل في الأرض، تلاقي مصيبة، تلاقي واحد مرمي ولا واحدة مرمية في الأرض. نتائج الغضب أسوأ من دوافعه، نتائج الغضب أسوأ من دوافعه، دي حقيقة. يعني من ملك غضبه احترس من عدوه. اللي ملك الغضب بتاعه يا محمد بيحترس من عدوه. من ملك غضبه احترس من عدوه. لا تغضب من ما لا يضره غضبك. تغضبش من واحد ما يضروش انك تغضب، مش هيزعل يعني، فما تغضبش منه. تغضب منه ليه؟ قرآن يقدم لك كل الحلول. الغضب جمرة في ابن آدم تتوقد أو تتوقد، يعني تشتعل. شوف، الغضب جمرة في ابن آدم موجودة جوه كل واحد، ولعة كده جاهزة.
والسؤال كيف يضبط هذا؟ ازاي يتعلم ده؟ طبعا زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة قبل ما نقرأ الأمثال، في غضب محمود وفي غضب مذموم الشائع الآن والكثير في مجتمعنا. انتهاك حرمات الله لا يغضب أحد، الإساءة وانتهاك الأعراض وقتل النفس التي حرم الله قتلها، الغضب محدود والنفير غير موجود، والواقع يقول أن حالة السأم والغضب والكبت النفسي والغضب الاجتماعي والغضب المخزون أكبر بكثير، وأن الغضب غير المحمود هو الشائع، والغضب من أهل الحق هو الشائع، وليس الغضب في الحق وإنما الغضب من أهل الحق هو ده اللي موجود الآن للأسف، وهذه من علامات الساعة. ولهذا أيها الأحبة الكرام، الغضب الذي يجب أن يوظف، يجب أن يوظف لصالح الأمة ولصالح المجتمع، غضب يبني الإطار القيمي والأخلاقي، غضب يحافظ على المجتمع صغاره وكباره. نخطو من الشيخوخة يوما في كل دقيقة غضبنا، غضبنا، نخطو من الشيخوخة يوما في كل دقيقة غضبنا. الشيخوخة تأتي من الغضب، هو كده على طول، والابتسامة دائما تصنع الأمل وتذهب بالإنسان إلى يعني ما هو أفضل وما هو أولى. هذه حقيقة يا جماعة، وهذا واقع للأسف الشديد يجعلنا المفروض المجتمع كله يشتغل على ده. الإعلام اللي قاعد يستعد رمضان بمسلسلات يمين وشمال وهلس وضحك على الناس، المفروض إنه يعالج هذه القضايا ويعرض لما هو يعني جميل حتى يتعلم الناس تلك المعاني. الإعلام اللي بيستعد لعرض ما هو غير أخلاقي عشان يكسب منه، إعلام ساذج وتافه. الإعلام اللي بيدور على أسوأ شيء في المجتمع عشان يعرضه، إعلام ساذج وتافه. الإعلام اللي بيغيب الناس عن قضاياهم الحقيقية، إعلام لا يجوز أن يحترم ولا يجوز أن يشاهد ولا يجوز لك أن أنت تقضي وقت أمامه قاعد تضيع وقتك أو وقت المحيطين بيك. هذه كلها للأسف الشديد أمور في غاية الأهمية. الإعلام الذي يسعى إلى إشغال الناس عن قضاياهم وعن عبادة الله أيضا إعلام لا يجوز لنا أن نحترمه ولا يجوز لك أن تهتم به في الأساس. لا يجد العجول ولا الغضوب سرورا، فبيلاقوا السرور العجول والغضوب، ولا الملول صديقة، لا عجول ولا غضوب ولا ملول، بيلاقيش صديق. الملول لا يجد صديق له. في ناس ملولة وفي ناس عجولة وفي ناس غضوبة، الغضبان ده تلاقيه دايما مكتئب ووشه كده عليه علامات اكس، كاره نفسه كده ولا كارهة نفسها، حاجة احساس غريب انك تشوف وجوه بهذا الشكل، يجي لك اكتئاب على طول، يصيبك الاكتئاب. في بشر كده وجهه صخري لا يبتسم، لا يجد الابتسامة ويظن انه يعني كرامته من انه ما يبتسمش في وجه الناس. وفي وجوه كده يا محمد تلاقي عليها الصبح يعني وجوه مشرقة كده جميلة، الابتسامة تعلو وجناتها وتنضح من عيونها، ووجوه كده تحس فيها بالأمل وتحس بيها بالحياة. يقول لك دي وجوه بتطول العمر، وفي وجوه بتأثر العمر، دي حقيقة فعلا. أيوة زي الفلاح بالضبط. ما تكلمت في الغضب بكلمة إلا ندمت عليها في الرضا. الله، ما تكلمت في الغضب بكلمة إلا ندمت عليها في الرضا، وقت الغضب يعني، لأن الواقع مؤشره سلبي، مؤشرات سلبية خطيرة في الشارع وفي رصدك للأحداث، تلاقي كده الدنيا الناس الابتسامة الحقيقية غابت، والتفاؤل
يعني الناس في حاجة أن تتفاءل، في حاجة أن تكلمها عن العطاء، تكلمها عن العمل، تكلمها عن الجهد، تكلمها عن ما هو إيجابي. ابتعد عن غضب الرجل الهادئ وعن انقباض الحيوان المروض. الراجل الهادئ ده خلي بالك منه، غضب وحش، والحيوان اللي تم ترويضه ده برضه خاف منه واقلق منه. امال ايه؟ شفت بقى ازاي؟ ابتعد عن غضب الرجل الهادئ وعن انقباض الحيوان المروض. اتقي شر الحليم اذا غضب. امال ايه يا محمد؟ يا سلام، شوف شوية حكم وأمثال، حاجة يعني بصراحة محتاجة كذا حلقة، ما كانتش حلقة واحدة. مش فاكر الموضوع ده لما اشتغلنا عليه قعدنا قد إيه. شوف احنا الوقت بقالنا ساعة وتلت تقريبا، لأن احنا بادئين الساعة 9:30 أو 9:30 إلا 5، 9:30. الساعة الآن 11 إلا ربع، أو يعني داخل على 11 إلا ربع. إذا غضبت المرأة كسرت الجرة التي تحوي جميع أسرارها. موافقين على المثل ده ولا لأ؟ أنا بسألكم. موافق يا محمد يا سيد؟ من يستطيع كبت لحظة غضبي يمكنه أن يتلافى أيام حزن. أيوه، اللي بيكبت لحظة الغضب يستطيع إنه يعني لا يندم على أيام حزن قادمة. أيام، تأمل كده الواحد، من يستطيع كبت لحظة غضبه يمكنه أن يتلافى أيام حزن. يا الله، صح والله. يقول له هتندم. العقل يريد أن يقرر ما هو صحيح، والغضب يريد أن يجد صحيحا ما قرره. العقل عايز يقرر ما هو صحيح، والغضب عايز يجد صحيحا ما قرره. يعني هي كده، يعني إذا كان عاجبكم. هي كده إذا كان عاجبك. مبررات يعني. آخر شريحة في هذا العنوان الجميل نقول: جعلنا الله وإياكم ممن يغضب لحدود الله إذا انتهكت، وأنزل علينا السكينة في أمور الدنيا التي نغضب لها لأتفه الأسباب وأقل الأمور. اللهم اعطف بنا وجنبنا الغضب المذموم. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، كان هذا هو لقاؤنا مع حضراتكم في هذا العنوان: الغضب 2. الغضب 2، هذا العنوان قصدت به أن أعيد المعالجة على ضوء واقع نعايشه ونراه بأنفسنا في وسائل الإعلام وفي المجتمع الذي تضاءل لديه الغضب نصرة للحق، وغاب عنه الغضب نصرة لأهل الحق، وتماهى وتمادى مع الشيطان ومع هوى النفس ومع الأفاقين المضللين الذين اتبعوا هواهم ولم يعودوا إلى رشدهم، إلى أن يكون غضبنا للحق ونصرة لله ونصرة للأمة ونصرة للدين ونصرة للحق ودفعا نحو التسامح والعطاء والبناء والفكر الذي نريد لأوطاننا ولأمتنا. إلى أن يكون ذلك سنستمر سويا في القول: لا تغضب إلا نصرة لله ونصرة للحق. وكلمة إذا ما قلتها يعني ابتعد عنك كل ما هو شر، كل ما هو سوء عند غضبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الأحبة الكرام،
على خير، نلتقي. بارك الله فيكم، شكرا لحضورك يا فردوس، وحضورك يا محمد، وحضورك يا لميا، شكرا يا أمنية، شكرا يا غالية، شكرا يا كل من كانوا معنا اليوم، وإلى كل من سيستمع إلى حلقات هذا البرنامج أشكركم أحبائي الكرام. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وإيانا من كل مكروه. أسألكم الدعاء بظهر الغيب، نلتقي على خير في أمان الله إن شاء الله تعالى، على خير نلتقي في حلقاتنا. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في رعاية الله، السلام عليكم.